Le Mag by Linda Rahari. L'interview express. اليوم حابين نرجع على فيديو دارت برشا على لي ريزو سوسيو ايامات العيد في سيدي بوسعيد البارك نتاع سيدي بوسعيد. فما جسر هكا صغيرون يربط بين دو ريف وين فما هكا لاك صغير ولا بركه ولا تنشوفوا شنو التسميه بالضبط مع محمد صالح العمراني مكلف بتسيير بلدية سيدي بوسعيد. شنو اللي صار وقت اللي رينا سقوط بعض الناس والاطفال في الماء ويقولوا انه البعض شرب حتى من الماء هذاك الراكد؟ شنو اللي صار بالضبط وعلاش ما صارتش صيانه؟ وهل هو مخصص في الاصل الجسر هذا جوستومون باش يتعديوا عليه الناس الكل مفتوح للعموم ام لا؟ سي محمد صالح مرحبا بك. وبيك عايشك مرحبا. يعيشك يا سيدي، تحيه ليك وشكرا على التدخل معنا للتوضيح. للتوضيح سيدي قلت دو ريف، هما مش دو ريف، معناها الجسر هذا يهز اللوكال تكنيك في وسط النافوره، معناها اي باش نريف للريف وسط الباسريل مش وسط النافوره صحيحه وقاعدين نشوفوا فيها الباسريل. دونك هي عندها مده مسكره بيسكو ليوزاج نتاعها للونتروتيان تاع النافوره، معناها اوكات بان ولا حاجه يستعملوها. ايفيدامون مسكره موجود عليها بلايك اللي هي معناها مخصصه للوكال تكنيك ماهيش للعموم. هذه الباسريل محطوط عليها بلاكه ومسكره. موجود البلاكه، موجود الباب، ومعناها مالوريزمون كسروا الباب، كسروا باكي من ميم حتى من المان كورونت اللي على الخاصه. تنجموا تمشيوا سو بلاس تشوفوا. معناها هي بلوسكو باسريل، معناها مش مخصصه باش يمشيوا عليها برشا عباد، ميزا بار اللي ميم حتى اللوحه نتاعها ناقص اللي في الوسط. معناها اللي صار اللي هو برشا عباد في العيد برشا رحلات صارت مالوريزمون فوضى كبيره، معناها في الاسباس هذاك وفي المنتزه بصفه عامه حتى في ليل دو جو، في معناها اللي خلى دي ديغا صار. وشنو اللي صار في البلايص الاخرين مثلا؟ صار تكسير في اللعب، صارت حتى تكسير في التجهيزات الجماعيه في الحاويات في كذا. على غالب معناها جات عدد كبيره اللي رحلات وكذا اللي صار الانسيدون هذاك كيلكو انسيدون اخرين. البارك لانه معناتها مفتوح للعموم، ما عندكمش الحق تكون عندكم طاقه استيعاب معينه في خاصه ايام عيد ولا فلو كيما هكا؟ ما تنجمش باش تقول العباد ما تجيش مالوريزمون، معناها على غالب معناها هذا البارك بلاسك الوحيد اللي فيه كوس الكوبرا اللي فيه ار دو جو فونكسيونيل واللي يخدم. أو ما عادش فونكسيونيل، عاد كيتكسروه توا ونصلحوا يتكسر ونصلحوا معناها ديما. اي نقصد معناها حتى لسلامة الصغيرات والناس اللي تجي للبارك الاكتظاظ، رينا المشكل الاكتظاظ هذا رينا حتى في رمضان. اي ايفيكتيفمون كما جبتوش انت كنت تتكلم عليه انا معناها. اي لا باش نسالك عليه. ايفيكتيفمون تعدى لاباس معناها، نشكروا سيرتو نشكر السلطات الامنيه اللي وقفت معنا برشا في البريود تاع اخر رمضان والعيد، معناها اللي باش نجمنا نجيري والفول، معناها احنا رحلات توفى الاربعة تاع الصباح في سيدي بوسعيد. جوستومون كيران تهز كيران تجيب حاجه باهيه للسياحه الداخليه، ولكن هل انه فما تنسيق على الاقل؟ ما نفوتوش اعداد دي بيوس معينين في النهار على خاطر حتى معناها وصلنا بعثنا للشركات الكل، معناها الشركات اللي تعمل رحلات سياحيه الشركات الجهويه للنقل، معناها ميم حتى احنا باش الكيران ما يحطوهمش على المادات، معناها باش يحترموا طريقه الدخول لسيدي بوسعيد، يعني يحطوا في باركينج ما يحطوش قدام الديار ما يعطوش ما مش ديما تم احترام الشيء هذايا. لا ثم زاد ظواهر اخرى، معناها اللي يجيك بالدربوكه يجيك طبله ساعتين تاع الليل، معناها ساعه تاع الليل احنا منطقه سكنيه، معناها عباد تسكن عباد عايشه غادي. اي باقي هي بلاصه سياحيه وعامره في رمضان، معناتها ساعات الماضي ساعتين ما ثلاثه سي فري كو فيها برشا ناس وبرشا حس، ولكن مش معقول الاكتظاظ يكون معناتها كل حاجه ما تكونش منظمه، معناتها احنا مع تشجيع على السياحه الداخليه مع اما الاكتظاظ اللي رناه يعني نجم يضر ينجم يعمل اذا كان وقتاش نجم نقولوا سي محمد وقت يصير اختناق ويصير تدافع وناس تصير لها لا قدر الله حاجه رناه هذا. انا معايا حتى معناها سيد رئيس المركز ومعنا الامن السياحي للاربع تاع الصباح احنا واقفين، معناها تقف تنظم هكا
ما تنجمش باش تمنع على بعضك باش ما هوش منع ولكن تنظيم ويكونوا اتور دو رول معناها تنسيق مع المصالح نعطيو لاكسي من طريق المرسى باش ما نسكروش زاد على الكراد الصغار اللي يمشي للكرتاج ايوه نحاول نحطوا الكيران في اللي باركينغ زاد ما نحطوش قدام الديار معناها وكا واحد باش يحب يخرج في الليل على بيت مرض على حاجه ما نسكروش عليه أما الحمد لله تعديت كما يلزم ما صارش انسيدون واللي ثم ليله من الليالي خفنا بالحق اللي باش كانش يصير انسيدون اي رينا في حتى لي فيديو الحمد لله يا ربي تعديت لاباس لا غير هذاك حد شهيد لا اكيد المجهودات قاعدين تقوموا بها ولكن كما قلنا ماذا بينا فقط يكون فما تنظيم عادي معناها ما فيها حتى اشكال اليوم وقت اللي طاقه استيعاب تفوت حد ينجم يكون فما تدافع وقت اللي تصير المصيبه نولي نخاف سي محمد الصغيرات لاباس اللي طاحوا من الجسر خاطر سمعنا شكون شرب من الماء وكذا ما طاحش كريمه معناها مازال تو موجود انا احنا قاعدين نراو في الصور معناها الباسغيل مست الماء وفما صغار طاحوا في الماء جوست انا اللي حد اللي في بالي معناها جوست على عباد تبلت راهو هو ديجا من الماء ماهوش غارق البارتي اللي حتى اليمين تاعو صغار يعني معناها تمشي مشاف ساقيك بو ما تاع 70 سم اي عشرة مش غا مش فماش بروفوندور كبيره طون ميو هكاك لا فماش بروفوندور كبيره دوتر بار على غير السيناليزاسيون عاودني السيناليزاسيون موجوده الداتا مسكر جات مكتوب عليه معناها مكتوبه التكنيك ومعناها موجودة البلاكة تاع المنع. ديجا كل شيء موجود في البلاس والباب مكسر الباسفير. ولكن ما تمش احترام ليزانتردكسيون. واضح سي محمد صالح على كل احنا اكيد فما شويه زاد وعي الاولياء يهزوا صغيراتهم باش يتبعوهم. برشا خاطر تو في الرحلات انا فيدي حسب زاد ما حكيت على العفاف اللي عندنا. يقول لك رحله مثلا كار كان تلقى مع واحد بركه مع ادولت معناتها ليه واللي هي حاجه زاده كيف كيف معناتها مش معقوله ودو بوان دو فيو سيكوريتي مش معقوله بالكل على كل سي محمد صالح حمراني نشكرك مكلف بتسيير بديل سيدي بوسعيد اللي دخلت وتفاعلت معنا وفسرت النقاط هذوما الكل نعاود في الاخير نقول انه احنا ماناش ضد كما قال سي محمد صالح المنع ولكن ما فيها باس النظام ما فيها باس احترام لي زانتيرديكسيون اللي معلقين وقت اللي فما حاجه ممنوعه كيف كيف نتبعوا صغيرات الاولياء يكونوا موجودين وراها ابخي تو هما صغار ساعات تصير هكا لانسيدون صغير وساعات الحقيقه تنجم تهز الحاجه اخطر بهكا من برشا ان شاء الله ديما بلادنا مزيانه وديما فيها يزوروها وديما معبيه وديما مليانه ونشجعوا على السياحه الداخليه ولكن في نطاق المعقول والنظام واحترام بطبيعه اللي كنا نحكيوا فيه الكل من نقاط نجم تكون مذره اكثر منها حاجه اخرى شكرا مره اخرى لسي محمد صالح عمراني مكلف بتسيير بلديه سيدي بوسعيد ضيفنا في الانترفيو اكسبريس